مرحبا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة في فقرتنا الأسبوعية عن تربية أولادنا هنناقش موضوع يمكن ليه أهمية كبيرة جدا، ليه علاقة باحترام المرأة. إزاي نربي أولادنا على احترام زميلته في المدرسة، زميلته في الجامعة، في الشغل؟ هل في أسس تربوية واجتماعية لازم الأم والأب يمشوا عليها؟ ليه مطلوب من الأم والأب، أو إيه الحقيقة مطلوب من الأم والأب؟ إيه اللي ممكن كل أفراد الأسرة يتعلموه مع بعض عشان خاطر نطلع بأسرة سوية في الآخر نحترم فيها كل الأفراد، يعني بنحترم فيها الأب والأم والأولاد؟ وطبعا هنركز شوية أكتر النهاردة على المرأة. هتكلمنا أكتر عن الموضوع ده. نورانا في الاستوديو دكتورة شيرين عامر الاستشاري الأسري. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. يعني يا دكتور احنا كنا يمكن متعودين زمان بنشوف في الأفلام الولد بيفتح أو الراجل بيفتح للست العربية، بيفتح لها الباب، بنسميها جنتلة. عايزين الحاجات الجميلة دي نشوفها تاني في المجتمع. إزاي نقدر نربي الأولاد من الصغر إن هم يحترموا ويقدروا المرأة؟ الموضوع اللي حياتك بتتكلمي فيه ده موضوع مهم جدا، وفي الفترة دي لأن في متغيرات كتيرة قوي بنشوفها على المراحل العمرية المختلفة للولاد. كان زمان بنشوف مثلا انفعالات معينة أو شكاوى في سن أكبر من 18 سنة، لا دلوقتي بنبدأ نشوف من 7 و8 سنين الأهل بيشتكوا فيها. لما هنيجي نقول على احترام المرأة مش هينفع نتكلم احترام المرأة من غير احترام الرجل، وده بيبقى مفهوم نوعا ما مختلط عند البعض. ليه؟ لأنه أحيانا الناس كتير بتفهم أنه هي المرأة اللي عامل لها احترامها وحقوقها وكل ما هو متعلق بيها. لا، هي الأسرة عبارة عن كيان مقسوم على اتنين، يعني في أب وفي أم. الأبناء بنت وولد دول هيتربوا على إيد أب وأم، وبالتالي الاحترام هيبدأ من الأول في تربية اللي هي الأم والأب بتوع بكرة اللي هم دلوقتي هم الأبناء. طيب إحنا لما نيجي نتكلم من الأساس، هل الأم والأب مؤهلين إن هم يعرفوا يربوا الولاد أصلا، أو مؤهلين للمرحلة بتاعة التربية الرحلة؟ يعني أنا دايما بيقعدوا يشكوا كتير ويقولك التربية الإيجابية لا دي مش جايبة نتيجة، ده أيام جدي وجدتي والاعتراضات. مين قال إن الرحلة بتاعة التربية سهلة؟ هي اسمها رحلة، جيرني. تبدأ من إن الأم والأب بتوع النهاردة هما ولد وبنت مبارح. طيب إحنا في البيت بنتربى على إيه وإزاي؟ الولاد بيبقوا المرحلة العمرية من أول ما بيبدأوا مرحلة الوعي لغاية الست سنين بيبقوا عاملين زي السبونج، زي السفنجة، بيأوبزرف أو بيستقبل وبيراقب كويس قوي التصرفات بتاعة الأب والأم مع بعض، تصرفات الأم لوحدها، تصرفات الأب لوحده، ويجمعوا كده تركيبة معينة جوه دماغهم من غير ما يحسسوا حد، ويبدأوا من سن 7 سنين يعملوا البراكتس أو إيه يتمرنوها عليكم، يبدأوا يطلعوا لحضرتك مثلا شوية تصرفات اللي هي أحيانا بتيجي تقولي إيه دي؟ دي بتعمل زي ما أنا كنت بعمل. هي فعلا بتقلدك، هي بتقلدك وبتبدأ تديكي رد الفعل سواء في السعادة، في الحزن، في الغضب، في الاختلاف، في التعامل مع الأب لو هي هتتعامل مع أخوها. هي بتقعد تعمل ده وتجرب وهتشوف رد فعل حضرتك عامل ازاي. لو رد حضرتك كأم طلع مثلا عنيف، حضرتك هتبدأ تسكت وهتيجي على مرحلة المراهقة، وتبدأ بقى الموضوع يعني يصدر بأسلوب أعنف شوية. صحيح. أنا عندي بس تعليق على كلمة رحلة التربية. مش معنى ان اولادنا مثلا دلوقتي ما بيسمعوش كلامنا، او عندنا حد عنده طفل عنيد شويه او ما بيسمعش الكلام او بيرد ردود مش كويسه، مش معنى كده ان هو ما ترباش، لانه في النهايه زي ما الدكتوره كانت بتتكلم دي رحله تربيه على المدى الطويل. بعد ما يكبر ويصل لمرحله النضج هيبتدي يفتكر كل الكلام الحلو والصح اللي انا كنت بقوله له. كلام حضرتك مظبوط جدا، ودي المشكله اللي هتلاقوا على مواقع التواصل الاجتماعي بيشتكوا التربيه الايجابيه ومفيش فايده وانا ما بقاليش ليا اعصاب. وعلى دخلت المدارس تبداوا بقى تحسوا ان الحرب بتطلع وتترفع الرايه السوداء علشان المدارس وكده. هي رحله. انت زرعت ايه من الاول؟ انا كأم ومعايا الاب في البيت، حتى لو كان الام والاب مش موجودين في طلاق، او حتى لو كان في احد الطرفين متوفي مثلا لا قدر الله، خلاص هو اتفرج على ايه في اسلوب تعاملك؟ هي رحلة بدأت من بدري. لما يبقى خلينا نمسك النموذج اللي هو الأب وأم موجودين والأبناء موجودين، لما يكون الأب مثلا جاي راجع متضايق يعني تعبان من الشغل، هو لازم هيشوف بابي جه، ماما راحت عملت ايه، راحت مزعقة، راحت قعدت تبدأ في طلبات،
قلبت وشها زعلانه منه، مقموصه مثلا، فراحت عامله فيشل اكسبريشن اللي هو شرف مثلا، حاجه زي كده. دي ما بينساهاش الطفل، دي بيشوفها بالظبط. انت الطفل بيلقط كل حاجه وهيبدا يترجم. اوعى تفتكر بانه لا التلميحه ولا التنهيده ولا الكلام المرسل او الكلام الحاد او الاسلوب في الكلام او الاسلوب بالجسم في الحركه، ده كله ما بيفهموش الطفل. لا، بيفهموا بيترجموا مامي زعلانه او بابا زعلان او ماما وبابا متخانقين. طب لقطوا الكلام ده، احنا وريناهم ايه في اسلوب الاختلاف؟ ما تجيليش بقى وهو على سن المراهقه وتقول ابني ما ترباش. صح. انت من وهو صغير مالكش دعوه، خش في اوضتك مالكش دعوه بالكلام ده. انا لقيت ابني بيمسك اخته مثلا بيتكلموا مع بعض في اي نقاش ما بينهم، ابتدى شفته مره مثلا يعني ابتدى ايه يوبخها شويه، خليني اقول يبقى في حده مثلا يفصل عليها يعلي صوته او عنف. مره تانية انت عارفه الولاد هم صغيرين شويه بيبقوا يعني، انا كان ليا اخ ولد لعبتنا المفضله كانت المصارعه ده ستاندرد على فكره. نعم. ده اساسي. أيوة. ده ستاندرد في كل البيوت. شفت حاجه زي كده ولد بيضرب بنت، انا ابتدي يعني اتكلم معاه ازاي، اقول له ايه؟ بصي حضرتك، طريقه النقاش في احترام المراه تبقى عامله ازاي، دي شويه يعني بتندرج او بنحطها تحت تصنيف التربيه الجنسيه. بتبدا من اول ما الطفل بيبدا ليه الوعي من هو صغير، ده في ولد وفي بنت، وما ينفعش اضرب البنت اصلا من البدايه، انا ما بستعملش ايدي وانا بهرج مع حد او انا يعني بتفاهم مع حد، او لو انا اختلفت وحاسس ان انا غضبان ما تبداش تمدي ايدك. الكلام ده بيبدا من بدري قوي، من اول سنوات وهو في البيت، انه يبدا يتصرف بتصرفات عنف. رد الفعل ما بين الاب والام معاه هل كان بالعنف ولا بالتفاهم؟ يعني لقيتيه مسك الحاجه مثلا وراح كسرها، طفله هيجرب، رحتي ماسكاه وضرباه ولا رحتي ماسكاه وقايله له ده نوتي ده طب كده مش بابي جايب دي، طب كده قول سوري لبابي مثلا كده، على اساس ان مثلا دي رب بتتكلمي تتفهمي مش بتدي تعليمات، نقاش يعني نقاش. الله ينور عليكي. طيب خلينا دكتوره دلوقتي نروح نشوف الناس قالت ايه ونعرف راي الناس، مين المسؤول عن تربيه الولد والبنت في انه يعامل المراه لما يكبر معامله كويسه. ننزل كاميرا صباح الخير مصر نزلت الشارع وسالت الناس ازاي نربي ابنائنا على احترام المراه واحترام حقوقها في المجتمع. خلونا نشوف الناس قالت ايه. للمراه مكانه عظيمه جدا في المجتمع، فهي الام والاخت والزوجه والصديقه، واحترامها من القيم المهمه في مجتمعنا، لان الاحترام ده بيحفظ ليها مكانتها وحمايتها. فعشان كده تربيه الابناء على الخلق ده مهم جدا. فحبينا ننزل الشارع نسال الاباء والامهات ازاي بتربوا اولادكم على احترام المراه في المجتمع، وايه المواقف اللي ممكن تكون خلتكم تعلموا منها اولادكم احترام المراه. تعالوا نشوف ونسمع الاجابات هتكون ايه. عايز اسال حضرتك ازاي بتعلم ابن حضرتك انه يحترم المراه في المجتمع؟ والله دي سلوكيات لازم كل اب وكل ام بيغرزها في بيته في المجتمع، لان المراه هي مش نص المجتمع، هي المجتمع كله باكمله، ولازم انا اعلم ابني ان هو يحترم المراه. وطبعا هو الاحترام ده في البيت، هي بترجع للبيت نفسه، بترجع لولي الامر. زي ما بيتعامل مع والدته او اخته باحترام، فنفس الشيء ان يتعامل مع اي بنت او اي جاره او اي قريبه او اي حد باحترام. المراه بشكل عام تحترم جدا، لان دي ام واخت وصديقه وجاره. يعني انت الوقت لما تيجي تحط نفسك في مكانك، انك انت اللي ماشيه معاك دي اختك. بطبيعه الحال تعتبر المراه هي نصف المجتمع، وهي اللبنه الاساسيه في المجتمع، حيث ان المراه هي التي تربي وهي التي تعلم وهي التي تقوم على اعمال المنزل، وبالتالي هي شريكه الرجل في كل شيء في مناحي الحياه. فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع. يعني الاحترام واجب قبل كل شيء، بس هو بيحترم المرأة زي أمه زي أخته زي مراته، ويعني التربية هي كل حاجة. أول حاجة بعلمه دينه إزاي، يعني أول ما أعلمه دينه هو هيبقى فاهم إزاي يتعامل مع المرأة، من خلال إنه هو بيشاركها في كل حاجة ويحترمها، هي لها رأيها زيها زيه بالظبط. وبعدين نص المجتمع المرأة، سواء الأم أو الجدة أو الأخت أو الخالة، لازم يحترم المرأة دي، أخته وأمه وخالته وعمته وجدته،
فلازم يحترمها. يعني مثلا اخليه اللي هو اعلمه ان هو ما ينفعش يعلي صوته على بنت او يمد ايده عليها لاي سبب. فلازم افهمه لا ان في حد بين الولد والبنت، ما ينفعش ان انت مثلا لا تمد ايدك على بنت مثلا حتى لو بيزقها في كتفها. بمناسبة المواقف، هل في موقف معين حصل قدرت من خلاله ان انت تعلم ابنك ازاي يحترم المرأة او البنت في المجتمع؟ يعني مثلا قابلنا واحدة ست كبيرة عايزة تروح مكان معين او عايزة تعدي، فبوصلها على اساس ان هي مش عارفة المكان او اقرب مكان ليها. هو ممكن ما كانش في البيت قوي، بس مثلا كنت انا في المترو مرة وهو جنبي، فدخلت بنوتة صغيرة، فهو تلقائي شاف الناس الكبيره بتقوم للستات، فهو تلقائي قام للبنوته. كان مره مثلا بيتعامل معاها بشده كده وبعنف، ففهمته انه ايه إن اخته دي يعني ان لازم يتعامل هو هيبقى مسؤول عنها. في مره كان في ولد ماشي في الطريق ورخم على بنت، فهو دخل وخلد البنت دي بعيد ومسك الولد دوت وقعد يكلمه ويقول له ما ينفعش كده، دي لو اختك لو بنت خالتك هتعمل معها كده. يعني يا دكتور زي ما شفنا في التقرير يعني نماذج كتيره قوي قالت ان احنا لازم نتعامل مع الاثنين بطريقه متساويه، يعني ونعلم الاثنين ونحترم الاثنين. خلينا نتكلم عن المواقف، زي ما كان في حد بيقول ازاي اعلم ولادي من خلال المواقف. يعني لو في ست كبيره بتعدي الشارع مثلا او زميلتي بفتح لها الباب عشان هي تعدي الاول، او بفتح لها الباب ليه بس؟ أو ممكن زميلتي ممكن تفتح الباب لنفسها صح؟ يعني مثلا طب ردي بقى بعد اذنك. لا انا هقول لحضرتك حاجه، افتح لها كل ما مراحل زي ما اقول لحضرتك رحله التربيه. انت في كل موقف مواقف الحياه اللي بتتعاملي بيها هي اسمها رحله. ليه؟ لانك انت اون ديلي بيزز انت يوميا بتتعرضي لاشياء، وانت بتتعرضي فيها مع ابنك او بنتك بتروحي مديه هنت حاجه يتعلمها. هي بتثبت، هي ما بتروحش لانك تحت المراقبه. خلاص. طيب انت بتيجي بتركبي العربيه بتعلميه انه ذوقيا انك بتفتح للبنت العربيه، لما تيجي انت تبقى ماشي قدامها زق انت الباب وافتح له، ممكن يبقى تقيل ما تقدرش هي تزقه. زي بالظبط الحاجه الشهيره اللي دايما يعني بيتريقوا عليها في الافلام وبتاع وكده او في السوشيال ميديا، نفسي اخد حاجه من البيت خد كيس الزباله ارميه معاك. لا، هو الفكره انك انت هتشيله. هي البنت بتساعد مامتها في البيت، المطبخ، الحاجات بتروح حطاها في الباسكت، الكلام من ده. لما هنيجي نضطر ان احنا ننزل مخصوص علشان نعملها وانت موجود اعملها انت. ده نوع من المساعده، ده نوع من المشاركه في الحياه. طيب هو كده بقى عارف انه بياخد خطوه معينه. هل بيختزل التعامل مع المراه فقط في فتح الباب وفتح باب العربيه وكده؟ يعني هل ده دي الحاجه الوحيده اللي تمثل احترام للمراه؟ اكيد لا. هي تعاملات يعني ظاهريه، ان انا احترم رايها، ان انا اسمعها وهي بتتكلم، ان انا اسمعها وهي بتحكي، اسمعها وهي بتشكي ايا كان، انك تقدر اللي هي بتعمله مهما كان بسيط. مفيش مانع يعني، ده بالعكس التعبير دايما عن التقدير والاحترام ده مش حاجه غلط. وهي كمان البنت لو في طريقه بتعبر بيها دي حاجه كويسه. هقول لحضرتك حاجه، زي ما احنا قلنا في الاول احترام المراه واحترام الرجل هما الاثنين في بوتقه واحده. الاحترام ده بيبدا من جوه، كل واحد بذاته في جوه. بمعنى ان انا ببقى عارف حدودي وتعاملاتي مع نفسي، وبالتالي انا مش هسمح لحد انه يتجاوز. لما يجوا الاطراف وهم فيهم نوع التوازن ده هتلاقي انه بيعرف يقدر هي بتعمل ايه، او يجي يشكرها لو في اي حاجه مثلا جت عملتها. بالتبعيه هي هتيجي تحترم خصوصيته، او هتيجي تحترم المجال اللي هو بيشتغل فيه مثلا، او طريقه حياته عامله ازاي. الولاد لما يشوفوا الكلام ده ويشوفوا التعبير، انك لما تيجي مثلا الام تعمل حاجه فالاب يقول لها كتر خيرك تسلم ايدك، هو عارف انه يعرف يعبر. لما تيجي حضرتك لجزئيه انها مظاهر خارجيه، المظاهر الخارجيه دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، لسبب لانها بتدي صوره الابريشيشن او نوع التقدير او نوع الاحترام. بدل ما ابقى شايله الكياس كلها وحدلق بيها وانا ماسكاها، هو راح شايلها عني. انا عمري ما هعمل ده لو انا من جوايا مش مقتنعه بيه. فالاقتناعات الداخليه دي بتعبر عن، او الخارجيه بتعبر عن انا من جوايا عامله ازاي، انا مقتنعه بيه. فانا شايفه ان بالعكس دي حاجه جميله جدا. ولو في حاجه البنت من ناحيه تانية تقدر ان هي تعملها كنوع من انواع التقدير للراجل او للولد، دي حاجه كويسه. مش الموضوع متبادل. ده هي. طيب لو كان في عتاب ما بين الزوجين ينفع قدام الابناء ايا كانت طريقه العتاب؟ هقول لحضرتك حاجه، الاختلاف في حد ذاته ده ظاهره صحيه انها تحصل.
لكن الاختلاف والتعامل معاه باحترام. لو ما عندناش القدرة على التعامل باحترام فما ينفعش ان الاولاد يشوفوا الكلام ده، ولازم نروح نشوف حد متخصص يعلمنا ازاي ان احنا نتعامل باحترام في الاختلاف. ليه؟ لان الولاد بيحسوا في نظرة العين لو الام دي عينيها مدمعه ومعيطه، او بيلاحظوا في الاب لو هو بيتكلم في سيرة الام وهي مش موجوده، يعني هو جوه في الاوضه مثلا ولا هي في المطبخ وهو متضايق، فيروح يعمل باي اي اي رد فعل ببادي لانجوج او تعبير بالوش مثلا، الابن او البنت هيحسها. طيب لو جه سالك وراح قال لك انتوا زعلانين من بعض، لا انت هتقول احنا في بس عندنا مشكله صغيره وبنحلها وخلاص، وبتيجي بتقولوا ان انتوا تفهمتوا ازاي، وتيجوا تطلعوا بعد لما انتوا اتصالحتوا ان انتوا تفهموهم خلاص مامي وبابي خلاص ما بقاش في اي مشكله دلوقتي، كانت في مشكله صغيره ما انا حاسبهم وهم محتارين اصلا. لو شافوا المشكله، افرض سمعوا الصوت وهم بيتخانقوا مع بعض وهم في اوضتهم وما اتكلموش، دايما احترم الابن، يعني ابنك وبنتك احترم عقليته على قد مرحلته، علشان هو هيحترمك at the same time في نفس الليفل، وهيبقى عنده القدرة انه يسألك ويعبر عن اللي جواه. لو طلع انه مكبوت وما يعبرش عن اللي جواه، عمره ما هيعرف يتفاهم مع اي اختلاف حواليه بطريقة صحية، وتبدأ بقى مرحلة العنف بعد كده. انا لما ابقى غضبان يا هكسر يا هضرب يا هلجأ لأي وسيلة من وسائل العنف، لان انا كل اللي كنت بشوفه ان مثلا بابا بيزعق في مامته، او هو سمع انها اتضربت من غير ما يشوف هو في ايه، من غير ما يفهم. وده بيخلي جواه احساس بالقهر او احساس بالضيق والغضب، لان دي مامته فموجوع عليها، وده بابا فهو غضبان انت ليه تعمل كده. وخصوصا بقى لما نيجي بعد كده ونقول له ما تضربش اختك، طب ما انت جيت ضربت مامتي. ده بيعمل درو باك تاني، انه بيخلي نفسيه الطفل غير سويه. هتطلعي لي راجل في الاخر يا اما عصبي جدا وانفعالي جدا وكل تعاملاته بالضرب او بالعنف، سواء عنف لفظي عنف جسدي ايا كان، او حد يبقى انطوائي جدا من كتر ما هو شاف ان مامته مكسوره. صحيح. يعني على كل حال احنا متفقين دلوقتي انه المفروض لما اجي اعلم ولادي حاجه لازم اعلمها عن طريق النقاش اول حاجه، تاني حاجه يشوفوا مواقف بعينيهم انا شخصيا او باباهم بنعملها قدامهم عشان يقدروا يحتذوا بالام والاب. وزي ما الدكتور قال الدكتور شيرين انه التكست تو، لازم الاثنين يكونوا هما الاثنين بيدعموا فكره احترام المراه والرجل بطريقه على شكل سواء. شكرا ليكي الدكتوره شيرين عامر، استشاري الامراض المهنيه والسلوكيه وطب الاسره. كل الشكر لحضرتك. شكرا ليكي يا فندم.